منو لقى فيه بغيرك؟ راه رسمو بنادم مزيان. لا اله لا اله الا الله. طيب ولي برحمة الله، كان شخصية الدولة شخصية وطنية ولعبت دور كبير في المصالحة، فلسفة المصالحة وتكريس ثقافة حقوق الإنسان. افتقدنا فيه رجل دولة ورجل الحوار ورجل العقلانية الحقوقية، وقدم الكثير للمغرب إلى جانبنا مغرب حقوقي. رحم الله وغفر لنا ولاه. سي حرزني شخص اكتشفته اثناء الاشتغال مع السي مزيان بن الفقي رحمه الله في اللجنه الخاصه للتربيه والتكوين اللي كونها الحسن الثاني رحمه الله، واشتغلنا مده 400 ساعه حسب ما اذكر سويا. وفي هذه المده هذه الطويله رغم الاختلاف الايديولوجي بيننا، يعني كان الرجل يترك عندي في كل مرة حاورته فيها، وكنا كنلقاو الراحة نتكلموا مع بعضياتنا، أو كان يتدخل بعض التدخلات كنت أرى فيه الرجل الوطني يعني المخلص الذي له أفكاره وقناعته ومساره النضالي والمحان التي مر منها، ولكن الكبير من حيث المبادئ والقيم اللي خلاته يراجع المواقف ديالو ويصححها. و يعني بعد ذلك كانت عندي فرص لالتقي به اكثر من مره، وكان هو يحمل لي الود، بل كان يعني في بعض الاحيان يستدعيني لبعض لقاءاته التلفزيونيه. ف وكنت اعرف يعني عبره اخبار اسرته واولاده الى اخره، فنشأ بيننا تعاطف عابر للإيديولوجيات، وهذا التعاطف هو الذي دفعني لأحضر اليوم جنازته وأدعو الله سبحانه وتعالى له بالمغفرة والرحمة. بدأ ببدء أتقدم بحر التعازي والمساد إلى العسر الحقوقية على إثر هذا المصاب الجلل في فقدان رجل حقوقي بامتياز، رجل أعطى الشيء الكثير لوطنه وملكه ولحقوق الإنسان عامة. فأغتنم هذه المناسبة الأليمة لأقول بأن السي أحمد عرف عنه رجل ذو أخلاق طيب يحب الجميع ويحبه الجميع، كان كما كان كما لا زال إلى أن لقي ربه راضيا مرضيا. بهذه المناسبة الأليمة أتقدم بحر التعازي إلى أسرته الصغيرة وأسرته الحقوقية، بحر التعازي الموسى، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل الواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون.